السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة ماما والسكولة. إن شاء الله النهاردة هنذاكر مع بعض حساب، هناخد رقم 7. إحنا كنا خلصنا لحد رقم 6، هنشتغل في رقم 7. بس قبل ما ابتدي الفيديو بتاعي، ما تنسوش يا جماعة، لو انتوا بتشوفوني لأول مرة هتلاقوا كلمة سبسكرايب أو اشتراك باللون الأحمر تحت الفيديو، دوسوا عليها وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله، وكمان ما تنسونيش في اللايك. قبل ما نبتدي الحساب، في بداية كده معلومة عايزة اقولها لكم، طالما انا هبتدي حساب مع الطفل، لما اجي ابتدي ما ينفعش ابتدي من رقم 0. ليه؟ لان انا لازم ابتدي من رقم 1 و2 و3 لحد اوصل لحد رقم 5، وبعد كده اشتغل مع الطفل في رقم 0. السبب ايه؟ ان انا كل رقم بيبقى ليه مدلول، 1 بيمثله حاجة واحدة، 2 بيمثله حاجتين، 3 بيمثله 3 حاجات. الطفل هيبدأ ياخد لحد رقم 5، وبعد كده هديله الصفر اللي هو يعني مفيش حاجة. فما ينفعش ان انا ابتدي الاول الارقام، لما اجي اشتغل حساب مع الاطفال ما ينفعش اجي ابتدي من رقم 0. ليه؟ لانه هو مفيش حاجة، فما ينفعش ابتدي بالارقام بمفيش حاجة. فانا اشتغلت قبل كده معاكم لحد رقم 6، وان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض رقم 7. وطبعا في عندكم فيديوهات كتيرة انا عاملاها للجمع واكبر منه واصغر منه، ازاي تفهموا الاطفال بطرق سهلة جدا جدا عن طريق العاب وحاجات جميلة. شوفوا الفيديوهات ان شاء الله، هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف بتاع الفيديو، شوفوها وما تنسونيش في اللايك. تعالوا نشوف بقى مع بعض كده نبتدي. احنا المرة اللي فاتت اخدنا ارقام لحد رقم ايه. مهم جدا ان انا في كل رقم بديه للطفل ابدأ اراجع على الارقام اللي فاتت. الارقام اللي خدناها المرة اللي فاتت 0 1 2 3 4 5 6. ومهم جدا جدا ان انا وانا شغالة مع الطفل في الحساب لازم تبقى كراسة مربعات. طيب في العربي كراسة اللي هي 9 اسطر، في الانجليش الكراسة اللي بتبقى مسطرة سطرين بتاعت الانجليش. ليه؟ لان انا عايز الطفل يبقى خطه حلو. خطه هيبقى حلو ازاي؟ من خلال ان انا استخدم الكراريس المخصصة للحاجة بتاعته. ولازم، مهم جدا يا جماعة، ان انا اعرف الطفل ان كل رقم ليه بيت بتاعه. البيت بتاعه دوت ما ينفعش يخرج بره. يعني رقم مثلا 6 ينفع اعمله كده؟ لا، ما ينفعش. ده المربع بتاعه، ده البيت بتاعه. زي ما انا ليا بيت ببقى موجود فيه، ما ينفعش مثلا ارفع ايدي كده فوق للسقف تقوم ايدي تخرم السقف وتروح عند الجيران، ينفع؟ لا، ما ينفعش. طب ينفع ادب رجليا تحت كده انزلها عند الجيران؟ برضو ما ينفعش. انا ليا بيت بتاعي محطوط فيه، ما ينفعش اخرج منه. طيب النهاردة هناخد مع بعض رقم 7. وطبعا قبل ما نبتدي مع بعض رقم 7، رقم 7 ده بيتكتب كده يا حبايبي يا حلوين. عامل ازاي؟ عامل كده، باصص لفوق وبيقول يا رب. يبقى 7 باصص لفوق وبيدعي بيقول يا رب. طيب تعالوا نشوف السبع دوت يعني ايه. تعالوا كده نشوف مع بعض اللعبة دي. انا كنت وريتها لكم قبل كده، هي لعبة ستيكس بنعلم من خلالها الاطفال الارقام والجمع والطرح والضرب والحاجات دي كلها. تعالوا نعد مع بعض كده، 1 2 3 4 5 6 7. عديت كم عصاية؟ 7 عصيان. معايا كم عصاية؟ 7 عصيان. ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم الالوان، ممكن استخدم مكعبات، ممكن استخدم بونبوني، ممكن استخدم شيبسي، لبان، حاجات الاطفال بيحبوها، وعلمهم من خلالهم الارقام. اول حاجة انا اديت الطفل الرقم بحاجة هو شايفها بيعدها بايده. بعد كده هبدأ اطلع الرقم على ايدي. تعالوا كده حبايبي حلو نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7. دول كده 7. ومهم جدا يا جماعة ان الطفل يبقى عارف الرقم على ايده عامل ازاي. يعني لما اقول رقم 2 يقوم مطلع لي صبعين 2، اقول له رقم 3 يقوم مطلع لي 3 صوابع، اقول له رقم 5 يقوم مطلع لي 5 صوابع، وهكذا. يبقى اول حاجة اديتها للطفل الرقم من خلال حاجة هو عدها شافها وعدها. طبعا استخدمي الوان، استخدمي مكعبات، استخدمي كور، استخدمي اي حاجة متاحة عندك. ما عندكيش هاتي ورقة وقطعيها 7 قطع وقولي له يلا نعد الورق ده. طيب يبقى دوت
رقم اسمه رقم 7. 7 تعالوا نشوف كده مع بعض بيتكتب ازاي. انا عندي اتفقنا ان كل بيت ليه، كل رقم ليه بيت، كل رقم ليه ايه؟ ليه بيت. ده البيت بتاع الرقم. الرقم بتاعنا النهارده اسمه 7. بكتبه ازاي؟ بعمل واحد كده، واحد قصاده طالع كده، يبقى واحد كده، واحد طالع قصاده كده. طب ينفع السبعة ديت تطلع بره المربع بتاعها كده؟ كده شكلها مش حلو. ليه؟ عشان هي خرجت بره البيت بتاعها. طب ينفع يا مس تنزل تحت كده؟ برضو شكلها مش حلو عشان خرجت بره البيت بتاعها. احنا البيت بتاعنا اهو اهو، ده حدود البيت بتاعنا، ما ينفعش نطلع براها ابدا. يبقى ده البيت بتاعنا، لازم نبقى جوه البيت، ما ينفعش ادب ايديا فوق اطلع فوق ولا رجليا تحت وانزل تحت. طيب تعالوا نشوف بقى كمان، هنعد ونكتب الرقم، وديت من التمارين المهمة جدا جدا اللي انا بديها للاطفال. تعالوا نشوف هنا، كم قلب عندي. من الحاجات برضو المهم جدا ان انا اعود الطفل عليها، ان انا لما اجي اعد لازم احط علامة على الرقم اللي انا عديته. ازاي؟ تعالوا كده نعد مع بعض، واحد، ونحط علامة عشان ما انساش وارجع اعده تاني، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. عديت كم يا ميس؟ عديت 7. طب 7 دوت بيتكتب ازاي؟ اهوت يا ميس. طيب هندي تمارين كتيرة بالشكل دوت، عد واكتب الرقم. تمرين مختلف ان انا اكتب الرقم والطفل هو اللي يرسم. يلا حبيبي ده رقم ايه؟ شوفه وارسم عليه. يلا هنرسم ايه؟ الطفل هو بقى اللي هيرسم اي حاجة، يرسم مثلا نجوم، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، 7. رسمنا 7 نجوم. طيب تعالوا نشوف بقى معايا التمارين اللي موجودة عندي في الكتاب. يبقى انا كده عرفت الطفل رقم 7، هديله تمارين كتير بالشكل ده. مهم جدا يا جماعة في الحساب والماس ان احنا ندي تمارين كتيرة على الحاجة اللي الطفل بياخدها. دايما دايما ندي تمارين في الجمع، ندي تمارين كتيرة جمع، في الطرح ندي تمارين كتيرة طرح، اكبر منه اصغر من تمارين كتيرة، وهكذا. ديت الحاجات اللي هتخلي الطفل يثبت عنده المذاكرة ويبقى شاطر في الحساب. طيب تعالوا نشوف كتاب، دي سلسلة كتب اسمها تاتا تاتا، عشان انتوا بتسألوني عن الكتب اللي انا بستخدمها. مجموعة كتب تاتا تاتا ديت مقدمة عربي وانجليش وحساب وماس. ده كتاب الحساب، هي مجموعة بتيجي كده مع بعضها، بس الماس بيجي لوحده، يعني انت بتطلبي الماس لوحده. طالما انت هتبتدي شرح مع الاطفال استخدمي مجموعة الكتب ديت، جميلة جدا وبتقدم تمارين كتيرة وفيها محتوى حلو قوي. تعالوا نشوف هنا اول تمرين، بيقول لي لون العدد باللون البرتقالي. البرتقالي هو هنا جايب لي العدد 7، و7 بالعربي باللغة العربية، وكمان جايب الصوابع اهو، عشان مهم جدا الطفل يبقى عارف الرقم على صوابعه. 7 روح مدرستي، الأغنية اللي احنا عارفينها، 1 هو ربي، 2 بابا وماما، 3 هم اخواتي، 4 هم اصحابي، وهكذا. نكمل أغنية ونيجي عند رقم 7، 7 اروح مدرستي. طب رقم 7 بيتكتب ازاي؟ اهو باجي من هنا انزل تحت 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 واقوم طالع فوق. طيب بيقول لك هنا لون الصور باللون الاخضر، يبقى هنا عايزه تلون باللون البرتقالي، هنا باللون الاخضر. طبعا هو هنا علمني لونين، البرتقالي والاخضر. هنا وصل العدد 7 بالصورة المناسبة. أول حاجة هنا تعالوا نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6. دول 6؟ لا يا مس مش هينفع. طب تعالوا نعد هنا، 1 2 3 4 5 6 7. ده 7 يا مس، يبقى هوصله بده. طب تعالوا نعد هنا، 1 2 3 4 5. لا دول 5 يا مس مش هينفع. هنا بيقول لي ضع خط تحت العدد 7 كما في المثال. عندي هنا الارقام دي ايه؟ فهنا في الحاجات دي هخلي الطفل نفسه هو اللي يقول، يعني انا هشاور كده والطفل هو اللي يقول ده رقم ايه. ها برافو، رقم 1. طب ودوت اسمه ايه؟
اتنين، برافو. طب ده أربعة، شاطرين. ده سبعة، برافو. ها خمسة، فين رقم سبعة؟ بتقولي يا ميس أهو ده رقم سبعة، هعمل تحتيه شرطة. طيب ده رقم ايه يا حبايبي يا حلوين؟ ها مين شاطر وعارف؟ برافو، ده رقم اتنين. ده رقم ايه؟ تلاتة. ها خمسة، سبعة، ستة. يبقى فين سبعة؟ اهوت يا ميس، احط تحتي شرطة. نقول الارقام دي هي كمان، واحد، اتنين، سبعة، خمسة، سبعة. ده في اتنين سبعة يا ميس، ده في سبعة هنا اهي وسبعة هنا اهي، يبقى احط تحت دي خط وتحت دي خط. المثال اللي بعد كده، النشاط اللي بعد كده، ضع دائرة حول العدد سبعة كما بالمثال، اتنين وسبعة وخمسة وأربعة وتلاتة. أربعة خمسة سبعة اتنين واحد، يبقى خمسة ده هحط عليه دايرة. ستة خمسة أربعة اتنين سبعة، أهو هحط دايرة عليه. هنا بيقول لي عد ووصل العدد بما يناسبه. تعالوا نعد كده مع بعض ونشوف كم طاقية عندي. واحد، وأعمل شرطة عشان منساش وأرجع أعده تاني. اتنين وأعمل شرطة. تلاتة وأعمل شرطة. فين يا ترى رقم تلاتة في دول؟ ده ستة، ده تلاتة، يبقى هوصله بإيه؟ بالتلاتة. تعالوا نحد مع بعض كام دايرة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. فين ستة؟ أهوت يا ميس، يبقى هوصله بده. كم بطيخة قدامي؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. فين رقم أربعة؟ أهو، يبقى هوصله بكام؟ هوصله بأربعة. طب نعد هنا كام شمعة في التورتة؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. خمسة يا ميس، أهو. تعالوا نشوف التمرين اللي بعد كده. التمرين اللي بعد كده اكتب، وكمان في حل المسائل، في الحل يعني لما اجي ادي تمارين لازم اديله رقم سبعة كده وهو يكتبه في المربعات. يعني في الواجب في الهوم ورك بتاعنا هناخد رقم سبعة وهنكتبه كده فين؟ في المربعات. اهو هو كمان جايب لي هنا سبعة وبيقول لي اكتب الرقم سبعة، اكتب العدد تحت الصورة. هنعد هنا وهنكتب الرقم دوت، مثال اللي انا قلت لكم عليه قبل كده. مهم جدا ان احنا ندي الانشطة بتاعت عد واكتب الرقم، ندي صور، نرسم رسومات بالشكل ده زي ما انا عملت كده، وايه، وهعمل مربع تحت والطفل يكتب الرقم تحت. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. دول طلعوا كام يا حلوين؟ سبعة يا ميسي، هكتب هنا سبعة. تعالوا نعد كم شمعة، كم عصاية هنا. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. دول اربعة يا ميس، يبقى هكتب هنا اربعة. كم صباع؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. ستة. طبعا لو الطفل عارف الارقام على ايده كده هيعرف في ثواني، هيعرف يشوف المنظر ده كده، هيعرف ان دوت كذب. ساعد الفأر الوصول الى قطعة الجبن. ها الفار هيمشي ازاي عشان يوصل لحتة الجبنة يا تراها؟ يمشي كده 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 كده، هيوصل للجبنة هنا على طول. انظر واكتشف واكتب عدد الاشياء الموجودة في الصور. عندي هنا ضفدع، كم ضفدع يا ترى؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. حد شايف كمان ضفدع؟ لا مفيش، يبقى هنا تلاتة ضفدع. كم حمامة؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. خمسة يا مس، يبقى هكتب هنا خمسة. كم تفاحة؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبعة يا مس، هكتب هنا سبعة. كم ارنب؟ واحد، اتنين، تلاتة. تلاتة يا مس، يبقى هكتب تلات ايه؟ تلات ارانب. هنا بيقول لي لون الدوائر حسب العدد. هنا جايب لي ستة باللون اللبني، هنا سبعة باللون الأحمر، هنا أربعة باللون الأخضر. يبقى أنا هنا هعد من أول، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. هعد ست دوائر ولونهم باللون اللبني. هنا هعد سبع دوائر ولونهم باللون الأحمر. هنا هعد أربع دوائر ولونهم باللون الأخضر. طبعا ده نشاط بيعرف الطفل الألوان وكمان الأعداد. آخر أنشطة موجودة معايا هنا، لون الدايرة حسب العدد المكتوب. هنا هنلون الدوائر حسب كل عدد. يعني أنا عندي هنا الرقم ده خمسة، تعالوا نعد كده كام دايرة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. يبقى أنا هلون الخمس دوائر اللي فوق.
الرقم ده رقم 3، يبقى عد 3، 1 2 3، 3 دوائر اهم هعدهم وهلونهم. ده رقم 7، 1 2 3 4 5 6 7، يبقى هلون 7. حاجة مهمة جدا يا جماعة نسيت اقولكوا عليها، مهم جدا ان احنا بنعرف الاطفال وهم بيذاكروا الحساب او العربي ان هم يبتدوا من اليمين للشمال. طب في الحساب في الماس والانجليش ببتدي من الشمال لليمين، يبقى انا في العربي وفي الحساب ببدأ من اليمين وامشي كده ناحية الشمال. طب في الماس والانجليش لما اجي اذاكر ماس ولا اذاكر انجليش بنقول لهم كده، احنا هنا دلوقتي بنذاكر ماس او بنذاكر انجليش، يبقى هنمشي من الشمال من اليمين، من الشمال لليمين. الناس اللي هتدي ولادها ماس او اللي هيبقى عيالهم مدارس تجريبي او مدارس لغات، ما ينفعش خالص انك ما تديش الارقام بالعربي للولاد. مهم جدا جدا انك تدي الارقام بالعربي للولاد، لان بيحصل عندهم مشكله. يعني انا كنت اعرف مدرسه كانت بتشتغل مع الولاد الماس من غير ما تشتغل على حساب اصلا، الولاد دول حصل لهم مشاكل ودروب بعد كده في اللغه في الماده بسبب الموضوع ده. انا دلوقتي بتكلم عربي وعيالي بيتكلموا عربي، ما ينفعش اروح احطهم في ماده زي الماس. يعني مثلا انا ابني مثلا ما يعرفش يعني ايه واحد، حاجه واحده هو ما يعرفش يعني ايه واحد، هروح اديها له بالانجليش؟ مش هينفع. انا افهمه الاول يعني ايه واحد، رقم واحد دوت بمدلوله، هدي مثلا اشتغل مع الولاد الارقام لحد رقم 5، وبعد كده هو خلاص عارف ان كل رقم ليه مدلول، عارف كل مدلول ليه رقم. ما ينفعش برضو خالص ان احنا نقول واحد يعني 1، 2 يعني 2، ما ينفعش خالص خالص، دي ما ينفعش تطلع من بقك كمعلمه او كأم وانت بتدرسي لولادك. اللي هيحصل ممكن انت بعد ما تكوني مثلا شغاله مع الولاد وخلصت لحد رقم 5 في الحساب وحبيتي تبداي ماس، ابداي ماس مثلا من اول نمبر 1 برده. ما ينفعش برده في الماس ابتدي من الزيرو، انا ببتدي من الوان. بدات من الوان مع الولاد، هبدا معاهم بقى، هفضل شغاله لحد 10 مثلا او لحد نمبر 5 قصدي، وبعد كده هبدا ادخل الزيرو. طيب بعد كده افرض ابني او بنتي هم اللي جم قالوا لي يا ماما هو مش واحد يعني 1، اقول له برافو عليك انت شطور، هو فعلا واحد يعني 1. لو الطفل هو اللي اكتشف دوت براحته مفيش مشكله خالص، ده هو كده ممتاز. بس ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه انك تقولوا واحد يعني 1 للاطفال وانتوا بتدرسوا لهم. الواحد في الحساب احنا شغالين مع بعض، والوان في الماس يبقى احنا شغالين مع بعض في الماس وملناش دعوه بالحساب. بس الطفل لو هو جه وقال يبقى هو كده طفل ما شاء الله عليه ذكي، هو اللي اكتشف دوت لوحده، خلاص يبقى كده تمام. طيب نكمل مع بعض، عد واكتب العدد 1 2 3 4 5 6 7، 7. 1 2 3 4 5، 5 يمس. 1 2 3 4 5 6، 6 يمس. طيب هنا اكتب وانطق العدد، هنا هشاور له على العدد وهو يقول اسمه ايه، الرقم ده اسمه ايه، ها 2 برافو. طيب الرقم ده اسمه ايه، 5 برافو. خلي بالنا ان احنا بدأنا نلخبط، يعني ما حاولي لما تيجي تذاكري مع الولاد وانتوا بعد ما بيكونوا خلاص مثلا خدوا حد رقم 5 او 6، ابدأوا لخبطوا لهم الارقام عشان يعرفوا كل رقم لوحده. ما ينفعش، ممنوع منعا باتا ان الطفل سواء في العربي بيحفظ حروف او في الانجليش بيحفظ letters، ما ينفعش ان الطفل يبقى عارف يكتب ألف بعدها باء بعدها تاء. طب لو كتبت له مثلا حرف راء لازم يجيب الحروف اللي قبلها علشان يبقى عارف الحرف ده، غلط جدا جدا الطريقة دي، ممنوع منعا باتا الطريقة دي. انت ادي على فكرة، ودوت من اسباب تغيير ترتيب الحروف في اللغة العربية لو احنا خدنا بالنا من المنهج الجديد، هنلاقي الحروف تم تغيير ترتيبها، بقت بتتعطى مش ألف باء تاء ساء كده زي ما احنا كنا حافظين، لا غيروا الترتيب بتاعها. المهم ان احنا لما هنيجي نذاكر للولاد هنيجي مثلا نقول لهم يلا قولي الرقم ده ايه، رقم 4، طب الرقم ده 1، طب الرقم ده 6. المهم ان الطفل ما يبقاش عارف الارقام بالترتيب، يعني هو المفروض يبقى حافظها بالترتيب كده. بس لو انت حطيتي ايدك على الرقم دوت وقلتي له دوت اسمه ايه، هيقول لك 4، مش المفروض يجيب لك 0 1 2 3 4 عشان يوصل لرقم 4، لا كده غلط. الرقم دوت رقم ايه، اسمه 7 يا ماما.
الرقم دوت اسمه ايه، واحد، يبقى الارقام بيعرفها كده ملخبطه، بجانب انه يبقى حافظها بالترتيب، يعني هو يبقى حافظها بالترتيب، بس مهم جدا برضو انه يبقى حافظها ملخبطه، يعني يبقى عارف شكل الرقم. الرقم ده ايه؟ ده 7. طب ده ايه؟ 3 كده. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.